أخيرا وبعد مجادلات وتحليلات على مدار أكثر من شهرين في منافسات دوري أبطال إفريقيا، حقق الأهلي النتيجة المرجوة لجماهيره وتأهل إلى الدور ربع النهائي بعد العديد من السيناريوهات توقعناها في العديد من الحلقات. ولكن بالفعل كان الأهلي في الموعد وفاز على الهلال السوداني بثلاثية، وبالتأكيد المشهد الجماهيري كان النقطة الأبرز والأجمل في استاد القاهرة الدولي. الأهلي إلى الدور ربع النهائي في دوري أبطال إفريقيا لمواجهة أحد الفرق الكبار، الترجي أو الوداد أو الرجاء الرياضي المغربي. حلقة النهاردة من خلال في كتفك يا أهلي عبر منصتي يلا كورة وجي إل سي، ومن خلال شركة الدهانات الأولى في مصر شركة جي إل سي، بنرحب بكم بالتأكيد، بنقول لجمهور النادي الأهلي ألف ألف مبروك. وحلقة مهمة جدا هنتناول فيها موضوعات عديدة وتحليل وأخبار وبعض النقاط اللي بالتأكيد الناس كلها عايزة تعرف أخبارها ونتيجتها خلال الفترة الجاية. كل ده وأكتر مع زميلي وصديقي كريم سعيد. مساء الفل يا كيم. مساء الفل يا محمد، ومساء الفرحة ومساء التأهل ومساء السعادة. طبعا الوضع يعني عايز بس نعمل فلاش باك للحالة بتاعت الناس بعد مباراة الهلال الأولى وبعد ماتش 5-0 هزيمة دوسة داونز، والوضع 5-2 والوضع دلوقتي النادي الأهلي يا سبحان الله، يا سبحان الله فعلا، يعني عارف دايما 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 بيلحق آخر ثانية ويركب القطر، يعني عارف القطر خلاص طلع المحطة وخلاص وانتهى الموضوع، وانت بتقول مستحيل، وهوب الأمور والسيناريوهات بتلف وبتدور عشان النادي الأهلي يلحق بركب دور الربع النهائي بعد انتصار كل أمانة مستحق عن جدارة وبدراعك. أطهر الطاهر ساعدك في مباراة سان داونز في الاحتمال اللي هو كان تقريبا 1% اللي احنا كنا دايما بنتكلم عليه يا محمد، ان اذا سان داونز يعني تعرض للخساره في ام درمان خلاص الموضوع انتهى. الاحتمال ده يا جماعه تخيلوا، هنفضل نفتكر لحظه اطهر الطه واهداره لركله الجزاء الحاسمه قدام سان داونز، واللي اكيد هي ادت المفتاح للنادي الاهلي انه النهارده يحجز المركز الثاني في المجموعه بعد طبعا انتصار ثلاثي مهم تفوق فيه على نادي الهلال السوداني بصراحه في كل الامور الفنيه والتكتيكيه. النهارده بصراحه انا يعني مش عايز اتكلم تاكتكس كتير يا محمد، مش عايز اتكلم فنيا، لان الفرحه بصراحه يعني غامره كل الامور التانيه. وطبعا احنا رايحين دور 8 وهنعمل حلقات وهنعمل كام حلقه عشان نشوف الاول بس منافس النادي الاهلي الجاي ان شاء الله يوم الاربعاء، بس اكيد الفرحه طاغية عن كل شيء، وان بعد كل السيناريوهات اللي شفناها منذ بداية دور المجموعات والهزيمة 1-0 في الخرطوم، النادي الاهلي بينجح زي السنوات الاخيرة انه يتأهل، وبرضه بيتأهل كوصيف كوصيف، والتأهل كوصيف بالمناسبة بيبقى فقل حسن كده وخير لكل الاهلي. نعم. طب نبدأ مع بعض ونبدأ بأول عنصر الجماهير. نعم طبعا الجمهور امبارح، خلينا نتكلم بصراحة، احنا كمحبين للكرة في مصر ما شفناش المشهد ده اعتقد بقالنا كتير قوي، يعني مشهد امتلاء استاد القاهرة عن اخره من الدرجه الثالثه والدرجه الثانيه والدرجه الاولى. وبصراحه عايزين بقى، عايز اقول حاجه مهمه جدا والله بجد بكل امانه، مش احنا بس اتعودنا في الفتره الاخيره على النقد بس، يعني وما بتيجي وقت الاشاده الناس بتسكت. بكل امانه انا بشكر اي مسؤول في الدوله ساهم في ان العدد ده يخش ده، يعني ونشكر بصراحه وزاره الداخليه والجهات الامنيه ان هم وافقوا على العدد، واشكر شركه تذكرتي ان هم بصراحه سهلوا وقدروا ان هم فعلا العدد ده يروح، اشكر وزاره النقل اللي عملت خطه ان هي توصل الناس للاستاد زي زمان اللي من جيلنا جيل الثمانينات. زمان كان عندنا حاجه اسمها خدمه الاستاد، يوم الجمعه كان ماتشات الكوره في مصر الساعه 3 العصر كنا نصلي الجمعه وتاخد خدمه الاستاد زمان بقى بالعباسيه ايام الكوره الحلوه من الجيزه والعباسيه والمنيب والسيده زينب والسيده عائشه، بص كل حته في مصر كنت تلاقي كده في اتوبيس على جنب مكتوب عليه خدمه الاستاد وتذكرته بتبقى رمزيه جدا رمزية. جدا وساعات والله ساعات كان بيتقبل ببلاش. امبارح انت تحس كده ان اليوم كان كله فعلا عايز بطل مصر مش الاهلي تاني، كله امبارح كان عايز بطل مصر يتاهل دور الثمانيه. ما ينفعش دور الثمانيه في دوري افريقيا يتلعب بدون ممثل للكره المصريه. امبارح كان في تحس كده الناس كلها متجمعه على قلب رجل واحد عشان اليوم ده يخلص. وبصراحه خلينا نتكلم بصراحه، حتى جزء من الامور الفنيه امبارح في المباراه اتنفذت بالضغط الجماهير. ماتش الاهلي والقطن 2008 في فاينل دوري ابطال افريقيا كان 2-0، النادي الاهلي ساعتها محمد كانش في افضل حالته
وفاكر انا جوزيه حتى ساعتها لما الجمهور في ماتش القطن الكاميروني عمل دخله قويه وعمل ضغط جامد جدا على فريق القطن، الهدفين بتوع وائل جمعه وفلافيو جم في اول 15 دقيقه والماتش خلص في اول ربع ساعه. الاهلي خلصت في ربع ساعه دي، الاهلي فضل طول ال 75 دقيقه او 85 دقيقه الباقيه بالوقت ده ضايع ما جابش اي اهداف. فاللي عايز اقول لا، دور الجمهور امبارح وهذا العدد الكبير كان له دور مهم جدا 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 في عامل الضغط النفسي والعصبي. وحتى فلوران ايبانجي اتكلم على النقطه قالها في المؤتمر الصحفي، اتكلم عليها وقال انا لعبتي كانت خايفه اول ما نزلوا الملعب وشافوا العدد الكبير ده من الجماهير والهتافات. طبعا يعني تخيل 50,000 او 60,000 بيشجعوا مع بعض في نفس الوقت فوق راسك. لا موضوع مش لا والله بجد يا جماعه، في التلفزيون حاجه، لا في الملعب حاجه تانية وحاجه تانية، وفي المدرج حاجه، وتحت الملعب انت كلعيب او رياضي بتلعب او بتمارس مهنتك قدام هذا الزخم والعدد الكبير لا حاجه تانية خالص. ولو انت لعيب ما عندكش شخصيه ومش قوي وما عندكش خبره، ازاي تعرف تتعامل مع الضغط الجماهيري ده على طول؟ انا اسف، هتعمل زي الهلال امبارح. تخيلوا بقى الهلال يا محمد 45 دقيقه الاولى الشوط الاول ولا فرصه ولا فرصه. الفريق اللي احنا كنا بنشيد بيه جدا 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 في مباراه لعبوا قدام صن داونز بشكل كويس في بريتوريا، لعب كسب القطن في الكاميرون، كسب الاهلي في الخرطوم في ماتش ساعه العصر، لكن امبارح الهلال واضح جدا ان هو مش هو نفس الفريق اللي الاهلي واجهه في الجوله الثانيه. طيب ده اول عنصر، الجمهور والمسؤولين والاشاده للجميع بصراحه على المظهر الحضاري اللي ظهره بالامس، وده بالتاكيد هيبقى ليه امور ايجابيه ماتش بيراميدز في نهائي الكاس في دوري ابطال افريقيا ان شاء الله حتى في الادوار اللي جايه. طيب نروح بقى لجزء الجانب الفني، كولر تشكيلته تغييراته اداء تاو وثنائيته مع كهربا ونزول حسين الشحات. جميل، بص دي اهم نقطه. احنا هنا هو في كتفك يا اهلي، نادينا كتير بموضوع تثبيت التشكيل، وقلنا ان تثبيت التشكيل في الفترة من شهر مارس لغاية شهر 7 بعد انتهاء الموسم مهم جدا جدا جدا، انك في الفترات دي ما عندكش المساحة او ما عندكش الرفاهية انك تتحمل الكم الكتير من الروتيشن. وقلنا ان اكثر ثنائية مميزة للنادي الاهلي في الفترة الاخيرة هي ثنائية كهربا وبيرسيتاو، سواء من حيث التحركات او سواء من حيث القوه البدنيه والنجاعه في انهاء الهجمات. كهربا كل امانه هو افضل مهاجم صريح في النادي الاهلي منذ عودته لي من الايقاف مع مباراه نادي الزمالك، هو احسن اكتر واحد بيعمل كونفرجن للفرص، يعني اكتر واحد نسبته عاليه في تحويل الفرص اللي بتتاح للفريق الى اهداف. كمان كهربا بجد فعلا هي حاجه فيه، هي ملكه، تحركاته فعلا بتدربك اي مدافع. امبارح شفناه الاول 10 دقائق كهربا على المستوى الشخصي يعني فرديا مضيع غير الهدف، مضيع ثلاث فرص بس بصراحه هو اللي خلقها من تحركاته، هو اللي خلقها بتحركات. هو اللي خلقها يعني انت ما تقدرش تعيب عليه قوي ان هو ضيعها، بس هو اللي خلقها بالتحرك، عارف امتى يخش من العمق، عارف امتى يخش ما بين مساك ومساك تاني. لا دي حاجه بتبقى ملكه في اللعب. بيرسيتاو بقى بصراحه امبارح حدث ولا حرج، لا مش ممكن مش ممكن. امبارح بيرسيتاو على كل حاجه يعني حلوه عملها. واحد، هو بيلعب في الملعب رايت وينج. امبارح بيرسيتاو في وجهه نظري هو صانع اللعب في النادي الاهلي، صانع اللعب الاول كل امانه. صح يعني هو محطوط على الطرف، لكن تخيلوا كان بيقوم باكتر من دور. لا وكمان محمد خباك نقطه مهمه جدا، فكره انك تبدا باللعب لما مدير فني يقول لك تبدا اللعب من على الخط وتفضل طول الوقت بتلعب مع الخط وتخش لجوه، ده امر متعب جدا. اكيد الناس بتشوفه ديفيجن سهل، لا ده مش سهل. انت بتستلم ما بتستلمش في جوه الملعب، لا انت بتستلم على الخط. لو شفنا امبارح الاسيست بتاع حسين الشحات وده نقعد نتكلم عليه بصراحه، ده هيتعمل فيه يعني تقارير وافلام وثائقيه. النوعيه الاسيستات دي ما بنشوفهاش في الدوري المصري. والله بجد معاك حق، ما بنشوفهاش في الدوري الانجليزي، انا مش فاكر في اوروبا. مش ممكن بس استلمت الكوره من على الخط، خدت الفول باك اللي واقف قدامك ودخلت على المساكين بتقول لهم انا جاي لكم، يعني تخيل يعني اصلا دي صعبه مش سهله، فطلعوا عليه. ايوه تفضوا مساحه، فمضوا مساحه هوب وبتحطها من تحت رجلهم، وايه بتتكلم لعيبه الهلال السوداني لعيبه طويله ورجليهم بس ما شاء الله يعني ناس يعني تاكل كويس يعني. ماشي فلا الموضوع مش سهل. بيرسيتاو بصراحه بقاله فتره مع الاهلي منذ ان كهربا بقى المهاجم، هو بقى يلعب معاه بقت واضحه قوي عشان نبقى صراحة واضحين، يعني كهربا لما بدا يلعب كمهاجم صريح للنادي الاهلي بيرسيتاو بقى تحركاته واسلوب لعبه تحس انهم مكملين لبعض، ما بيقطعوش على بعض،
يعني ساعات في كده بتحصل، ده في اتنين لعيبه يعملوا قفله لبعض هما الاثنين، يا الكيمياء مش راكبه بينهم يا اما في انانيه، مش كان انانيه كمان هما بيعملوا قفله. هفكرك مثلا جوتزا واوزيل اللي يفتكر المنتخب الالماني 2014 كان في ازمه في نص الملعب، كان جوتزا واوزيل بيعملوا نفس الادوار، هما بيروحوا لنفس الحته. حتى في النادي الاهلي زمان مين؟ ابو تريكه واحمد حسن، فتره احمد حسن وابو تريكه الاثنين هما اسلوبهم نفس الاسلوب، نفس اسلوبهم ينزل يستلم ويروح، هما الاثنين عايزين يساعدوا بعض، بس هي المشكله ان الاثنين اسلوبهم بيروحوا نفس الحته. ميسي وجريزمان برضو مروا بنفس، عشان كده ميسي كان يحب دايما يلعب مع نيمار، يقول لك انا مرتاح مع نيمار مش مرتاح مع جريزمان، لان جريزمان دايما بينزل في الحتت اللي ميسي بيحب يلعب فيه. فهي دي امور ساعات بتبقى طبعا خارج اطار يعني ايه المدير الفني يا محمد، دي بتبقى نصيبك ان انت معاك النوعيه اللعيبه دي، ممكن بقى تتدخل فنيا على قد ما تقدر، بس الاكيد ان النادي الاهلي في اهم وقت في الموسم بيكتسب ثنائيه مهمه جدا، هي ثنائيه كهربا وبيرسي تاون. طيب تغييرات كولر امبارح كلها كانت تغييرات مميزه، نعم. هل ليك تعليق على فكره ان حسين الشحات اعتقد لاول مره بيلعب في الجبهه اليسرى؟ ايوه، لان تاو انت مش قادر تستغنى عنه كلاعب في الجبهه اليمنى. صحيح، لما نزل شريف ولما نزل خالد عبد الفتاح ولما نزل حمدي فتحي وما دفعش بالقندوسي، يعني واضح جدا ان يعني كولر من المدرسه اللي بتؤمن بانها بتدخل اللعيبه الجديده بشكل تدريجي واضحه قوي، سواء لقندوسي او سواء لخالد عبد الفتاح او حتى كريستو. سواء لكريستو ربما مروان عطيه حتى يعني كان نظرا لحاله ديانج ممكن، ولا واحتياجه الفريق محتاج يعني محتاج مروان عطيه في نص الملعب اكتر هو محتاج القندوسي. طب بمناسبه مروان عندك ارقام يا كريم نتكلم فيها؟ يعني مروان عطيه عايز اقول حاجه امبارح بصراحه، مروان عطيه يعني مش عايز اتكلم يعني بشكل رقمي اكتر من عايز اقول ان مروان عطيه فعلا جه في الوقت اللي الاهلي محتاج فيه لعيب ورك ريت عالي في نص الملعب في ظل حاله ديانج ومع حاله حمدي فتحي. مروان عطيه امبارح لك ان تتخيل النادي الاهلي كان بيعاني بقاله فتره من اللعب خط الوسط ما بيصوبش على المرمى، وايه ولما بيصوب ما بيصوبش على التلات خشبات. مروان عطيه امبارح عمل تسديدتين مهمين جدا 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 جدا، بس كان حظه سيء فيهم، واحده خارج المرمى وواحده اللي هي جت في القائم وردت في الحارس فانت بتتكلم مروان عطيه بصراحه النهارده بقى عنصر ارتكاز رئيسي واساسي في نص ملعب النادي الاهلي. خليني ارجع لموضوع التغييرات ونقطه حسين الشحات ونعمل فلاش باك لفتره بيتسو موسيماني. فترة بيتسو موسيماني لو نفتكر توهج حسين الشحات معاه لما كان بيلعب على الشمال اكتر ما كان بيلعب على اليمين. تعال نفتكر كده هدف حسين الشحات في مرمى الوداد، أيوة. لما استلم الكوره من الناحيه اليسرى وعمل نفس الفكره اللي بنتكلم فيها على بيرسي تاو واختراق للعمق وبدا يحط الكوره بالناحيه العكسيه، لان اللاعب الايمن اللي بتلعبه على الناحيه الشمال ويخش للعمق بتبقى مساله التسديد بالنسبه له افضل ما يلعب على اليمين ويخش يخترق للعمق، لو اخترق للعمق يبقى مجبر يسدد بيه الشمال. فحسين الشحات امبارح وطبعا بصراحه احساس يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني الهدفين دول بيخلي طبعا اهميته من الاهلي مهمين لحسين وعيلته بصراحه في التوقيت عشان وفاه والدهم الله يرحمه. فكانت يعني لفته حلوه ان حسين بصراحه نزل امبارح وينزل بهدفين وهدفين مؤثرين، وحسين برده بقاله فتره بصراحه اداؤه مميز جدا، يعني برضو حسين الشحات من اللعيبه اللي في الفتره الاخيره وصلت لنضج كروي مع النادي الاهلي افضل بكتير من الفتره الاولى. وتاني انا بقول ليك الكلام ده مهم دلوقتي يا محمد، ان الاهلي داخل على مرحله حاسمه في الموسم، دور 8 دوري ابطال افريقيا هتلاعب فيه اما ترجي وداد او رجاء خلاص، وامتى بنتكلم فيه؟ 21 وقبل بدايه شهر مايو. عندك يوم 10 ابريل نهائي الكاس القديم قدام نادي بيراميدز، لو ربنا وفقك وكسبت المباراه دي بتلاعب نادي الزمالك يوم 4/5 اللي هو ايه التاني مباراه بعد مباراه العوده اللي هي هتبقى طبعا بره مصر. يعني خلي بالكم يا جماعه برضو عشان النادي الاهلي تاهل كوصيف هيلعب احد ايام يومي 21 او 22 ابريل ماتش الذهاب في القاهره، ماتش العوده بقى هيبقى فين؟ لا في المغرب لا في تونس. امتى؟ 28 او 29 ابريل تخلص تسافر هيطلع اعتقد على ابو ظبي على الامارات على طول، مفيش وقت هتطلع على طول على الامارات عشان هتلعب ماتش السوبر. اذا انت كسبت بيراميدز يوم 10 ابريل هتلعب يوم 4/5، فالوقت مضغوط جدا جدا جدا. ثلاث بطولات يا جماعه
في شهر، في اقل من شهر اعتقد. فاينل كاس دور 8 السوبر ان شاء الله، دور 8 حاسم يعني انت طبعا. خلاص دخلت نوك اوت بقى بطولة. ما فيهاش. فانت محتاج ان انت اللعيبه بتاعتك الكبيره تبقى في افضل مستوى ليها، وده اعتقد شيء جيد. قبل ما اخرج من الاطار الفني للمباراه، احمد عبد القادر كان اكتر لعيب فقد للكرات مباراه امبارح. عايز تقول ايه على مشاركه عبد القادر، وايه اللي يتقدم له كنصيحه؟ انا ما زلت مؤمن في مصر، في مصر بس، في مصر بس مش بره، طالما اللعيب يعني عند 24 سنه انا لسه بعامله ما عندوش خبره. احنا هنا عارف الناس هتقول لي يا كريم حرام عليك، احنا زهقنا من الكلمه دي. شوف ارسنال النهارده، شوف فودن لما جوارديولا طلعه، اللعيبه دي طلعت من عندها 17 سنه و18 سنه بره. احنا اللاعب الناشئ عندنا بيفضل لغايه 22 23 معلش انا تاني. احمد عبد القادر ما زال بحاجه كثيره لاكتساب خبرات لعب بقميص النادي الاهلي. لسه الموضوع يعني موضوع مش سهل بكل امان. احمد قادر امبارح في وجهه نظري دايما ما بيظهرش في المباريات اللي فيها ضغوط جماهيريه، هو ما بيستحملهاش. في لعيبه يا محمد خلي بالك الضغوطات الجماهيريه بتديها دفعه، في لعيبه بتبقى ما عندهاش ثبات انفعالي وبيبدا تحكمه في انفعالاته وتصرفاته ما بتبقاش يعني مش محسوبه، لا مش ملك ايده. امبارح احمد عبد القادر فقد الكوره اكثر من 20 مره، هنتكلم امبارح في اكثر من 14 ميس باس. فارقام الارقام السلبيه امبارح في المباراه كانت واضحه جدا 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 جدا، ان اي حد قاعد بيتفرج بره على الماتش يا محمد هيقول ان اول تغييره مارسيل كولر هيعملها احمد عبد القادر. روف خليف يعني عمال يتوقع، يقول لك اول تغييره احمد عبد القادر. كل الناس احنا قاعدين بنتفرج على الماتش يعني تيم يلا كوره قاعدين بنتفرج على الماتش، كل الناس قاعده بتقول اول تغييره واضحه جدا 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 هتكون احمد عبد القادر. مستحيل احمد قادر نفسه، انا بقول اهو مستحيل احمد عبد القادر نفسه ما يبقاش عارف جوه قراره نفسه ان هو يبقى اول تغيير. انت شايف الاداء عامل ازاي؟ انا لو ابدا يعني ابدا امتعاضه وزعله وغضبه، ما هي دي بقى الخبره اللي احنا دي بقى الخبره عايزين نتكلم عليها، احنا مش عايزين نقصه. رغم ان ربما يعني دلوقتي الهيستوري مش لطيف، مش كبير، مش لا والهيستوري كمان في الحته دي مش لطيف. احنا بنزعل كتير في الحته لما بتحصل موضوع التغيير ده، قلبان الوش بيبقى بيحصل كتير. فاحنا عايزين نقول ايه؟ لا احنا عايزين نقول احنا لسه صغيرين وتاني اهو معلش اهو تاني نحط معلش ماشي احنا لسه صغيرين احنا في مصر معلش هي احنا مجتمعنا كده الخبره بتيجي بعد الخبره ممكن معلش والله بجد احنا الخبره في مصر لعيب الكوره بعد 27 سنه كل ما احنا ده الديفولت بتاعنا. حتى حراسه المرمى في مصر كان دايما كده في مقوله يقول لك حارس المرمى في مصر ما بيبقاش حارس قوي الا لما يعدي 28 سنه او 30 سنه. 30 سنه صح، هي لان انت عندك مساحه كحارس مرمى تكمل لغايه 40 سنه. فتره التالق الحضري بالمناسبه فعلا ما ظهرتش الا بعد ما تم ال 32 من 32 لغايه لما اعتزل. احنا ده هي دي اللعبه بتاعتنا. احنا المجتمع الكروي في مصر دي المبادئ بتاعته. فتاني احنا هنقول احمد عبد القادر فعلا محتاج واحد ما بقاش في اي رياكشنات، ما بقاش في اي تراشقات واي تعبيرات على السوشيال ميديا، تتحمل النقد وتسمع الكلام وتسكت. كل امانه هو ده دي الكوره في اي حته في العالم بقى، هنا انا اسف مش في مصر بس، في اي حته في العالم طالما في انتقاد تستحمله، ونحاول قد ما نقدر نتعلم من المواقف اللي احنا بمر بيها، ان احنا ما ينفعش يعني نشد مع المدير الفني. وبصراحه بحيي جدا 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 مارسيل كولر على تعامله العقلاني واجابته للسؤال في المؤتمر الصحفي ما يخص عبد القادر، ان هو قال ان هو متفهم الانفعالات دي بتحصل اوكي، ودي امور هنحلها داخل اوضه اللبس. كولر اتسال في المؤتمر تواجه مين؟ قال لهم انا الاهلي. جميل. واللي عايز يكسب ويكمل ما يشوفش مين اللي هيلاعبه دلوقتي. لكن كريم تفضل مين؟ ترجي ام الرجاء ام الوداد؟ انا يعني بنظره كده عامه لمباريات دور المجموعات، انا في وجهه نظري افضل منافس ربما يكون النادي الاهلي في دور الثمانيه اشوف الترجي يعني اكيد طبعا فريق اسم كبير وفريق كبير، بس ربما يكون النادي الاهلي عنده واحد عنده دلوقتي ما يشبه العقده للترجي. النادي الاهلي في اخر نسختين او اخر نسخ مطلع ترجي مره من دور الثمانيه ومطلعه مره من السيمي فاينل، فانت النهارده عندك افضليه معنويه ونفسيه.
كمان الترجي شفنا مبارياته في مجموعه نادي الزمالك بحكم نادي الزمالك نادي مصري، كنا بنتابع المباريات كلها، فشفنا المستوى وشفنا اللعيبه وشفنا ان الدنيا يعني الترجي ما اختلفش وما اختلفش كتير عن السنتين اللي فاتت خالص، مفيش اي فرق. والفريق الوحيد اللي خسر حتى من الزمالك بالثلاثيه بالظبط. بعديه اشوف ربما الرجاء. الرجاء طبعا افضل ارقام وافضل نقاط في المجموعات الاربعه الرجاء، بنتكلم خمس انتصارات وتعادل وصل نقطة 16، لكن المجموعه محمد فايبرز مش مقياس فني، سيمبا حوريه كوناكري فيتا يعني لا يعني مستوى او فيتا كلوب او فايبرز حاجه زي كده، هو كان فايبر وهو طبعا سيمبا، هم سيمبا اعتقد الثاني معاهم في المجموعه واعتقد كان معاهم حوريه او اعتقد حوريه كوناكري الثالث فعلا حوريه كوناكري بالظبط كده. فالمجموعه في المتناول جدا جدا جدا، مش ما فيهاش ازمه، مش مقياس فني، حتى ما فيهاش فيها مباراه ديربي شمال افريقيا يكون فيها حتى جماهير وضغوطات عصبيه وكده. فالرجاء قدر ان هو ياخد الصداره باسهل طريق. بالمقارنه الرجاء في الدوري المغربي ترتيبه الرابع بالظبط، متاخر دي بقى عشان المنافسه هنا اقوى بكتير. وافضل الوداد يبقى بقى اخر اوبشن، مش عايز يعني مواجهه الاهلي الوداد صدام الوحوش ده مش من بدري يعني اتمنى ان احنا نتجنبها دلوقتي، اتمنى ان شاء الله ناخرها شويه، واتمنى باذن الله احد احنا مره قلنا لكم هنا اهو في كتفك يا اهلي، قلنا لكم الاهلي في دور المجموعات حاجه وفي النوك اوت. فكرتني بحاجه مهمه جدا، مجدي التراوري طبعا المساعد اللي كان موجود مع معين الشعباني طبعا، وعدد من الزملاء الصحفيين في الاذاعه التونسيه قبل مباراه الهلال كلهم يا كريم والله باستثناء بيتمنوا تاهل الهلال، لان هم عارفين يعني الاهلي هنا حاجه وهنا حاجه تانية خالص. كل الكويره ومجدي التراوري كان بيتكلم على يعني واجه الاهلي في مناسبات كتير، اسم كبير في الكره التونسيه واسم كبير في الترجي مش اسم صغير. والخبره بقى دي بقى لعيب خبره لعيبه الكوره واللي لعبوا بقى نزلوا الملعب عارفين مرحله في منافسين قوي. في منافسين ليك بتشوفهم في دور المجموعات بيخسروا نقط وتبدا تقول ايه ده، لا دول في المتناول كل حاجه، بس خاف قوي اول ما يوصل للنوك اوت، لان في لعيبه بتحب تلعب النوك اوت، في لعيبه ما بتحبش تجمع نقط على فكره، في لعيبه ما تحبش هي اسلوبها تجميع النقط ده. محمد عايز لعيب نفس طويل واستمراريه وحسابات. لعيب الكوره يا جماعه على فكره ما بيحبش يوجع دماغه، عايز ماتش ينزل يكسب ويخلص ويتقابل، ما بيحبش يوجع دماغه. تقعدش تقول لي التارجت ايه، فانت قايل له تكسب 8 ماتشات ايه يا عم ايه ومين يعيش، لا انت بتيجي تقول له بقى ايه، لا احنا عندنا ماتشين ذهاب واياب بس هو ده المطلوب. طيب تمام، هطلع لك في الماتشين دول اقصى 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 ما عندي. وضيف عليها كمان حاجه ثانيه، ان خلاص النادي الاهلي من دور الثمانيه ان شاء الله باذن واحد احد اذا يا ربنا كتب لنا الفاينل، انت ما فيش ولا ماتش هتلعب ماتش حتى كلاس بي، خلاص الماتشات كلها اللي انت هتلعبها فيرست كلاس ايه، كلاس ايه كلها، كلاس ايه كلها، يعني انت ممكن اذا ربنا يعني وفقك وترشح ممكن تقابل صن داونز تاني، ممكن تقابل الوداد حسب القرعه تمشي بيك ازاي. فانت اكيد من دلوقتي لغايه الفاينل هتلعب ماتشات كبير، وواضح جدا ان لعيبه الاهلي في الفتره الاخيره بقوا بيحبوا بيأدوا في الماتشات الكبيره افضل ما بيأدوا في الماتشات المتوسطه او الضعيفه. طيب عايز بس اكد على حاجه مهمه جدا للجمهور برضو، القرعه اللي هتتعمل يوم الاربعاء كريم هتحدد طريقك حتى الفاينل. صحيح، يعني خلاص بقى قصه الفاينل مباراه واحده دي انتهت واتلغت. انت دلوقتي يوم الاربعاء هتعرف سيمي فاينل لما تتأهل هتلاعب مين، والاولى المباريات على ارضك ولا خارج ارضك. أيوة. الفاينل نفس الكلام، يعني ممكن تبقى انت اول ما في دور الثمانيه على ارضك لكن تلاقي توصل فاينل بس الفاينل هيكون على ارضك انت. أيوة. فكل ده هنعرفه ان شاء الله في قرعه يوم الاربعاء باذن الله. حاجه برضو تمام مهمه، الهلال السوداني قدم شكوى بناء على اللي حصل في مباراه الامس، بس انا عايز اكد لك ان الشكوى هتيجي بالسلب على الهلال، لان كل التقارير وكل الصور فيها اعتداءات من لاعبي ومسؤولي الهلال على الامن. بالاضافه لكده حتى الشكوى بخصوص الزجاجات اللي تم حذفها في ارضيه استاد القاهره ما كانتش بشكل جماعي، دي كانت في مدرج بسيط وبشكل فردي، واعتقد دي يعني اذا تم الاعتماد عليها ممكن تكون غرامه ولا حاجه، لكن شكوه الهلال هتيجي بشكل سلبي لان في صور ومقاطع والتقارير الخاصه بالمراقب والمراقب الامني ادانت الهلال في اعتداءاته على مسؤولي الامن، وفي عدد من المسؤولي الامن تعرضوا لاصابات امبارح في استاد القاهره الدوليه كريم. وانا في يعني في النهايه وخلاص احنا خلاص قفلنا الملف ده كله والموضوع مش محتاج، بس عايز اوجه كلمه بصراحه لمسؤولي نادي الهلال السوداني وبعض مش كل طبعا اي مكان فيه الحلو فيه الوحش، وبعض من الجماهير اللي ماسكه الصفحات الكتيره لنادي الهلال السوداني، الكبير هو اللي بيحافظ على علاقته مع الكبار، والكبير هو اللي تصرفاته كبيره قبل كلامه،
والكبير عمره ما يعني يخلي هدفه انه يكسب ماتش، يكسب ماتش، ان انت توصل العداوة لهذه النقطة. بصراحة احنا طول عمرنا من الثمانينات الأندية المصرية والمنتخبات بتلعب أندية السودانية الهلال والمريخ، ولعب منتخبات 16 و18 وأولمبي ومنتخب أول، لعبنا يعني مئات مئات المباريات ولا حصل أي مشاكل ولا كان في أي حاجة. حتى 2007 الهلال السوداني كسب 3-0، حصل بعض المناوشات بس عدت وخلاص وخلصنا والدنيا عادي. المرة دي لأ، المرة دي بصراحة زايدة قوي، زايدة قوي من أول ماتش. والناس حتى انا شفت ناس بتتكلم على ماتش 87، انا شفت ناس انا اسف يعني عندها 16 سنه يا حبيبي انت اصلا، انا اسف يعني انت الماتش عمره اكبر من عمرك يعني، يعني انت ما كنتش موجود اصلا يعني حتى لو بتتنقل الكلام. لا لا، فكره انك عايز تحط او تعتقد انك لما تحط الهلال في جمله مفيده مع الاهلي ده بيكبر الهلال، لا لا ده بيصغرك. الاساليب اللي حصلت احنا اخوات واشقاء وبتجمعنا حاجات كتيره جدا ثقافيا ومجتمعيا، حاجات كتيره قوي بتجمعنا. لا يا كريم، وحاجه تانية، الصق التهم ان الاهلي هو اللي خلاك تلعب بدون جمهور، ما انت لعبت كل مباريات البطوله بدون جمهور، منتخبك لعب بدون جمهور. بخلاف حاجه محمد، بكل امانه عمر الكوره المصريه والسودانيه ما كان فيهم، ما كان ما بينهم اصلا الكلام ده ابدا، والله ابدا. معلش انا النهارده اهو انا 42 سنه بتفرج على كوره من وانا عندي والله والله 5 سنين. انا فاكر اول كاس عالم شفته 86، عمري في حياتي ما شفت العلاقه الكرويه بين الانديه المصريه والانديه السودانيه بمنظر ده. احنا لما اخترنا نلعب ماتش الفصل مع الجزائر في تصفيات كاس العالم، مصر خسرت السودان، السودان ف لا معلش مسؤولي الهلال انا اسف، انتوا انجريتوا لشارع الجماهير وبصراحه ما كبرتوش من نفسكم وصغرتوا ناديكم، وناديكم صغر بكل امانه. شوف النهارده صن داونز كسب الاهلي مرتين 5، هو مفيش مشكله مرتين، واخدين والاهلي واخد من عندهم مدير فني بتاعهم بيتسو موسيماني، والدنيا بيحصل تراشقات طبعا اكيد هيحصل عادي، الكوره بتسمح بده، لكن التراشق له حدود ولازم المسؤولين لما يلاقوا الجماهير ما بينها تراشق يتجنبوا هذا الامر، همش دعوه ما يتدخلوش ابعد. انها بصراحه انا مع كامل احترامي كل اللي وصلنا امبارح، ان امبارح عدد من اعضاء مجلس النادي الاهلي بيسلموا على عدد من اعضاء مجلس اداره نادي الهلال المتواجدين في الاستاد فيردوا بطريقه سيئه، عيب عليكم. الناس استقبلكم كويس، ما رحتوش فندق سيء، خدتوا عدد التذاكر اللي انتوا عايزينها، اتعاملتوا افضل معامله بشهادتكم انتوا شهادتكم، وقلتوا ده تاني يوم وصولكم لمصر قلتوا هنتعاملنا كويس، واستقبال الاهلي لينا كان استقبال جيد. اكيد يكون ده الرد لمجرد ان انتوا عايزين ترضوا بعض من صفحاتكم المتعصبه على السوشيال ميديا، انا بصراحه بقول لكم ده امر مرفوض وعيب حتى تعملوه في شهر كريم شهر رمضان، وعيب على صفحاتكم ان هي تنادي بفتن وتنادي كده. واعرفوا الحزن اللي انتوا فيه ده، والله بجد الحزن اللي انتوا فيه، ورغم ان الفريق الهلال كويس يعني السنه دي الفرقه لسه فرقة بتبني فرقه كويسه كويس. ممكن تبني عليها كويس بكل امانه، انتوا السبب في ان انتوا صغرتوا فرقتكم وصغرتوا ناديكم. كريم انا بشكرك ونلتقي يا رب باذن الله. الف مبروك ان شاء الله. عندنا مناسبات قادمه مهمه جدا زي ما قال كريم، فاينل الكاس، ممكن السوبر المصري، مواجهات حاسمه الفتره الجايه، يكون في اخبار مهمه جدا اكيد تابعونا. لكن في الختام بنشكركم، كل سنه وانتم طيبين والى اللقاء.